السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هنتكلم فيه على أهم 37 مدرسة أفضل من الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية. هنتكلم عن الناس اللي بتفكر بره الصندوق وتفكر تودي أولادها مدارس غير الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية. هنشوف هنقدر نعمل الفيديو ده أو الحلقة دي في فيديو واحد أو أكثر من فيديو. هنتكلم الأول عن مدرسة توشيبا العربي. اول مدرسه معانا مدرسه توشيبا العربي، دي بتتخصص هذه المدرسه في مجال التركيبات الكهربائيه وتبريد وتكييف الهواء والتصنيع الميكانيكي. دي التخصصات بتاعتها، التركيبات الكهربائيه، تبريد وتكييف الهواء، التصنيع الميكانيكي. المجموع بتاعها لا يقل عن 220 درجه. السن لا يزيد على 18 عاما في اول اكتوبر. يقبل طلبات الاعداديه الاصهريه، تقبل الإعدادية العام والإعدادية الأزهرية. تشترط اجتياز المتقدم اختبارات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ويتمتع خريج المدرسة بالسفر لليابان لاستكمال الدراسة. دي أول مدرسة معنا، مدرسة توشيبا العربي. المدرسة الثانية اللي معانا مدرسة السويدي الثانوية، ودي بتوفر وظائف بمجموعة السويدي إلكتريك في أقسام صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك، الخدمات اللوجستية، ميكانيكا وصيانة، مكونات الطاقة، الكابلات والمحولات، الإلكترونيات الصناعية، ميكانيكا وصيانة، وإصلاح المعدات الثقيلة. دي التخصصات بتاعتها. شروطها أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بحد أدنى من 220 إلى 280 في الحدود دي، الذي سن المتقدم عن 18 عاما. المدرسة الثالثة اللي معانا مدرسة وي للاتصالات. وهي أول مدرسة في مصر متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تشترط المدرسة حصول الطالب كحد أدنى على 250 درجة. يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 18 عاما في أول أكتوبر. يشترط أن يكون الطالب لائقا طبيا. يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين. يشترط القبول بها اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي يعقد بالمدرسة، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات. المدرسة الرابعة اللي معانا مدرسة الضبعة النووية، ودي مدة الدراسة بها 5 سنوات. مدرسة الضبعة النووية مدة الدراسة بها 5 سنوات. تقبل مجموع حد أدنى 265 درجة، لا تقل درجات الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 90%. بتشترط أن اللغة الإنجليزية والرياضيات ما تقلش عن 90%. خريج هذه المدرسة الضبعة النووية يحصل على الدبلوم الفني الصناعي. يوجد بالمدرسة 3 أقسام: كهرباء، إلكترونيات، ميكانيكا. مصروفات العام الدراسي 3120 جنيه سنويا، وقابلة طبعا للزيادة. ولابد أن يجتاز الطالب اختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، التعيين طبعا المباشر في مفاعل الضبع النووي السلمي. المدرسة الخامسة اللي معانا مدرسة الطاقة الشمسية. المدرسة دي أنشأت في مدينة أسوان عقب إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان لسد احتياجات المحطة من الفنيين والمهندسين. تقبل من مجموع لا يقل عن 260 درجة. تشترط أن يخلو المتقدم من أي موانع صحية. خريجوها سيعملون في محطات الطاقة الشمسية. المدرسة السادسة اللي معانا مدرسة غبور للسيارات. الطلاب في المدرسة دي بيحصلوا على 3 شهادات، وهم شهادة دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاءة الإنتاجية، وشهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وشهادة من SIS بإتمام الدراسة طبقا للنظام الألماني المزدوج. لا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 180 درجة، وتتم العملية التعليمية
طبقا للمناهج الألمانية مدرسة غبور للسيارات، وعلى يد خبراء ألمان ومهندسين مصريين. ودي بتشترط أن يكون اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى. المدرسة رقم 7 اللي معانا مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي، ودي المدرسة دي فازت بأفضل 10 مراكز للتعليم الفني والتكنولوجي على مستوى إفريقيا، وحصلت على منحة قدرها $1,000,000 لإنشاء مركز تدريب مهني. الحد الأدنى للقبول بهذه المدرسة 220 درجة، مدة الدراسة بها 7 سنوات. خريج هذه المدرسة يحصل على درجة البكالوريوس، واشترط في هذه المدرسة اجتياز القدرات التي تشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الاتصال والمصهر العام. المدرسة اللي بعد كده مدرسة السكك الحديد والطرق، تتم من خلالها التعليم في هيئة السكك الحديدية، وهي مدرسة تابعة لوزارة النقل، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات. يشترط أن يكون الطالب حاصل على 220 درجة على الأقل، والأولوية للمجموع طبعا إلى أعلى. يتم تعيين الخريجين في الهيئة هيئة السكك الحديدية. المدرسة التاسعة اللي معانا مدرسة الذهب والمجوهرات، تقع هذه المدرسة في مدينة العبور، والمدرسة دي متاحة للبنين والبنات، متخصصة في مجال التكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات. تم إنشائها بالتعاون مع شركة إيجيبت جولد، والتي تعمل في مجال الذهب والمجوهرات. يشترط اجتياز اللياقة الصحية والبدنية والمقابلة الشخصية، واجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات. المدرسة العاشرة اللي معانا مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي. المدرسة دي بيتم تعيين خريج هذه المدرسة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فور التخرج من المدرسة. وتوجد هذه المدرسة في محافظات القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، أسيوط. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر. المدرسة الـ11 اللي معانا مدرسة الهيئة العربية للتصنيع. المدرسة دي بتشترط أن يكون الطالب من المقيمين في محافظة القاهرة، وتشترط أيضا أن يكون الطالب حصل على شهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 220 درجة، وتكون كثافة الفصول لا تزيد عن 24 طالبا في الفصل الواحد. المدرسة اللي بعد كده مدرسة 12 معانا مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر. بدأت المدرسة دي في 2018 بالشراكة مع وزارة التعليم، وهي تقع في مدينة بدر. مدة الدراسة بها 3 سنوات. المدرسة 13 مدرسة مبارك كول، تعتبر من أهم المدارس المتاحة بعد الإعدادية لإقبال الشديد عليها. مدة الدراسة فيها 3 سنوات، وتمنح الطالب دبلوم الثانوي الصناعي. يتقاضى الطالب مكافأة شهرية طوال مدة التدريس أو الدراسة. تتميز المدرسة بالاهتمام بالتدريب العملي، فينقسم الأسبوع ل4 أيام عملي ويومين نظري. وفي حالة رسوب الطالب لا يمكن الإعادة، وعليه التحويل لأي مدرسة أخرى، ويحصل الطالب على شهر واحد فقط إجازة خلال السنة الدراسية. مدرسة رقم 14 معانا مدرسة إلكترو مصر، ودي تتخصص هذه المدرسة في مجال الصيانة، الصيانة الكهربائية، بالشركة مع شركة شاندر والمعهد الأوروبي للتعاون التنمية والغرفة الفرنسية، وتقبل الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية. المدرسة رقم 15 مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام، تتخصص هذه المدرسة في مجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي. المدرسة اللي بعد كده مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان،
المدرسة دي بتتخصص في مجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجة الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات. إن شاء الله نكمل باقي المدارس في فيديو آخر. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.